السلام عليكم. السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج رشيد شو. رشيد شو، حلقة جديدة ونجوم جداد. الحلقة ديال اليوم حاضرين معنا جوج ديال النجوم، بجوجهم تيمثلوا في السينما والتلفزيون، ولكن القاسم المشترك بيناتهم جوج انهم بجوج فنانة مثيرين للجدل. اليوم غادي نتعرفوا عليهم اكثر وغنطرحوا عليهم بزاف ديال الأسئلة، ولكن قبل ما نستقبلوهم غادي نستقبلوا واحد النجم صغيور. استقبال حرفكم الياسير. صافا ياسير؟ صافا. لاباس عليك؟ لاباس. شنو سميتك؟ سميتني ياسير بكري. ها؟ ياسير بكري. ياسير بكري؟ وعلاش ما جيتيش بكري؟ علاش؟ جيت ياسير بكري. سميتك ياسين بكري. تصفيقات على ياسير. تفضل معايا، تفضل معايا. صافا ياسير؟ صافا. كلشي بخير؟ كلشي بخير. صحة لاباس؟ صحيح. شحال عندك من عام؟ عندي سيزون. واحد جوج، شحال؟ شحال سيزون؟ يخمس سنين. شحال كتلبس في رجلك؟ تلبس شي 30 و40. شحال؟ شحال كتلبس؟ شي 30 و40 شي حاجة. صايب شوية، صايب شوية. مي كندير ثلاثة. قولي لي كتشبه لميسي. أنا برساوي. أنت برساوي؟ دي ماريا. أشنو؟ أجي شحال أنتم في الدار شحال؟ سنة واحد جوج ثلاثة، ثلاثة. شتي كشيرتي لهي؟ مولين الدار قالتي لي لا. شحال نتوما، شحال نتوما في الدار شحال؟ ثلاثة قلت لك. وما كنتش تهز في يدك. شكون نتوما احسب؟ قول لي بالسميات. ياسر. اها. اسماء. شكون اسماء؟ اسماء يا ماما. اها وبابا؟ ونبيل. شكون نبيل؟ وبابا. صافي. ما معاكم حتى واحد في الدار؟ وعندي خويا صغير. ودونك ما خديتوش ثلاثة؟ عندي خويا صغير وجداتي. وليتو خمسة دابا. جداك عايشة معاكم؟ أيه عايشة معانا. شكون كيتهلا فيك في الدار بزاف؟ شكون كيتهلا فيا الدار بزاف؟ ماما. ماما وبابا كيشري ليا. هاكاك. شكون كيتهلا فيك بزاف؟ بزاف هي ماما. شكون اللي عندك معاه بزاف؟ ماما. وباباك؟ بابا عندي معاه شيء. تاو. شنو الحاجة اللي دارها لك باباك شي نهار وكعاتك؟ قلقاتك؟ زعما كيغوت عليا. اها. كنتقلق. اها. كنتعصب. ولا تعصبتي شنو تقدر دير؟ ممكن نزدح في الحوفة. اش دير؟ نزدح في الحوفة واللحم خايد. اوه. ولكن خصك تكون وليد ظريف انت. كعصبني بابا كي درت لي. ماشي شوفها بابا الله يرضى تكيش شويه ما تعصبوش. ياك اش تقول لي قدام الكاميرا؟ قول لي تكيسه بابا. هضر هضر معاه. تكيسه بابا عافاك. قول لي بغيت نسولك اشنو كتعرف على الديمقراطيه؟ الديمقراطيه اللي هو ما كان لك انا ما عرفتوش. لا قول لي شنو كتعرف على الاحتباس الحراري؟ الاحتباس الحراري انت كدير الهريسه.
حافظ شي ديسك؟ حافظ شي ديسك؟ حافظ شي واحد. ديال اش؟ ديال انت معلم. تغني علينا؟ تغني علينا؟ انت معلم؟ انت معلم احنا منك تعلم نتعلم انت موجود من دارك تكلم. قول لي الكلمات، الكلمات الاغنيه. انت معلم، قول لي الكلمات الاغنيه. انت معلم احنا منك كتعلم صافي. نسكت اسكت. وانت اسكت انت معلم. صافي هتمشي دابا؟ اللي بغيتي. اللي بغيتي انت. بغيتي تبقى معانا بقى معانا. انت بغيتي نبقى معاك نبقى معاك. ولا اللي بغيتي نتايا. اللي بغيتي انت تبقى. اللي بغيتي نتايا. ولكن الا بقيتي معايا، الا بقيتي معايا غادي غادي تنشط معايا البرنامج. قول لك شي شويه شويه جوع. شوف عرفتي شنو؟ هذه اليوم استثناء، غادي تبقى معايا شويه، غتجلس في الكرسي الاخر، غادي نستقبل الضيف ندردش معاه وانت معايا شويه، ومن بعد يجيك الجوع سير تاكل. صافي؟ مشاهدينا الحلقه ديال اليوم حاضرين معنا جوج ديال النجوم مغاربه، بجوجهم تالقوا في السينما والتلفزيون. الضيف اللي غنستقبلو حالا هو فنان مثير للجدل، هو ممثل سينمائي، ولكن قبل ما يكون ممثل كان قبل اكس شمكار، وهو ولد الحي المحمدي. استقبلوا معايا حالا الفنان رفيق مبكر. مرحبا. رفيق مبكر. رفيق مبكر مرحبا بك. الله يحفظك اخويا هاشم. نهار كبير هذا. انا ولفت ولفت شويه وياك، وراه جيتيني داخل ودير يدك في جيبك بحال ديز من الدرب. لا جاي من التغناج ياك مسخسخ فهمتي. صافا كلشي باتري فاهم. مرتاح مع راسك اخويا؟ ارتاح. انا مرتاح دابا. تمغط تمغط كاع شي مانطا ولا شي لعيب. ياسير عرفتي ولا ما عرفتيش؟ ما عرفتيش؟ شوف فيه مزيان. اشنو يجي معاه هو؟ واش ممثل ولا طبيب؟ طبيب. فيتيرينير. طبيب ديالك؟ طبيب ديال ديال شي حاجه ما نعرف. ديال الحيوانات. رفيق مرحبا بك. زوينه هاد بتيت سوربريز. اش بان لك؟ واش قولي شي؟ اش قلتي؟ قلتلك فيا الجوع. فيك الجوع؟ يلا تصفيقات على ياسير. باي باي ياسير باي. الكلام. رفيق بوبكر انت فنان تعرف عليك الجمهور في مجموعه من الاعمال في السينما والتلفزيون والمسرح، وانت ممثل ماشي بحالهم خلا امينوكس، يعني فنان مثير للجدل، مثير للجدل في تصريحاتك في خرجاتك الاعلاميه فين ما مشيتي كتخلي موراك الاثار. لا هو ماشي مثير للجدل، انا ما عنديش لا سونسور وصافي، ما عنديش هذيك الرقابه الاوتو سونسور ما عنديش، سو ان بو سبونطاني كنجاوب على قد السؤال، كنجاوب بلا ما بلا فهانات بلا ما تحسب. ما علاش غنحسب زعما؟ اش غنحسب كاع؟ بعض المرات ما كتندمش لانك ما درتيش فرانات؟ واه ولا جيتي تشوفها خاصك تندم. مزيان تكون عايش ديما في الندامه. فهمتي صديق غير انا كاشي زعما، علاش غت على باش يسمع هذاك وغادي ياخذ موقف ولا يسمع الاخر يقول ياخذ موقف. جو كوا كو انت ما عندكش هذا المشكل. سي دي ليبوكريزي. ياك. بون ميو نيشان وصافي. هاد الدومين فيه النفاق رفيق؟ وكله نفاق، 80 90% نفاق.
انت ما عندكش مع المجاملة؟ ما بين النفاق والمجاملة يعني ماشي كاع. انت ما كتنافق ما كتجامل؟ لا نجامل. خسرتي يعني ناس بسبب هذه القضية مثلا؟ بزاف الناس خسرت من الدومين نت؟ وكان نيت خصني نخسرهم. ما عندي لاش ما عندي ما ندير والو. الديسك ديو ديالي عامر فهمتي؟ الديسك ديو ديالي صافي عامر تشارجا. الديسك ديو عامر باهش؟ بنادم خاوي فهمتي ما كلاش. خلي بلا يصل بحال ياسين مثلا بحال ياك بحال بناتي رفيق رفقا بنا في هذه الحلقه. انا اخويا غادي معاك دقه دقه سي رفيق اخويا غادي نخلي الجمهور يتعرف عليك اكثر في واحد البورتري ان بورتري ديكالي داروا لك فريق عمل رشيد شو نخليك تشوفه وعطينا رايك فيه. لا ميرسي بوكو مرحبا. هو عملة نادرة ميد إن كازابلانكا ماتريكول الحي المحمدي. هو ممثل سينما وتلفزيون من طراز عالي. قبل ما يكون ممثل هو إكس شمكار وخريج مدرسة المشاغبين قسم 8. صاحبنا ممثل تخصص أدوار الإجرام رغم أنه مخلوق رفيق ولكن عند معظم الناس معروف بلقب زريقة. أما شي هذا وكاين اللي كيقول عليه المش أتصب. بيزولي شبان لك سي رفيق؟ لا تري جولي والله ميرسي بزاف لي تكنيسيان اللي صوبوا هاد فال المبدعين اللي صوبوا هاد داكشي صحيح اللي قال هاد التخيك ها هو اللي قدرتي تعطيه ليا زوين هاد اللعيبه. مرحبا دي معاك تولي هي هي السي في ديالك صافي. طب زيد المخده هادي سمح لي زيد اخويا زيد زيد اخويا دابا شويه ارتاحي صافي الله يحفظك مرسا. يلا الا بغيتي كاع نعطيك الكرسي لا لا ما تعطيني لا كرسي لا والو دابا انا مزيان انا جالس مزيان ايه تفضل استاذ. ما ديتش عليا شي دا جاي من التورناج لا والله ما ديت عليك انا وباقي دون لاتموسفير ديال ديال لانتربريتاسيون بالعكس اخويا رفيق هادي الدار دارك بيان سور. شربتي الدواء ديالك صاف الدواء صاف الحلبة. الجمهور تعرف عليك اكثر دائما وهذا السؤال يمكن كيتطرح عليك مرارا وتكرارا في الادوار يعني ديال واحد اللي ديما سوا مجرين سوا شمكار. علاش حصرتي راسك في هذا الكرينو هذا؟ ماشي انا اللي اختاريت هذا لو في دير كو يا رياساتور ديجا كاين محطوط هو اللي تيشوفك انك تقدر تكون كومباتيبل مع داك البيرسوناج. صديق ماشي انا اللي اختاريته. انت ما كترفضش وبحكم ان السوق عندنا ديال الخدمه مطحطح واحد شويه يعني كتكون اوبليجي انك تمشي تخدم واخا غادي بحال غتعاود نفس التجربه مي كتكون اوبليجي بوان دو فيو ماتيريال كتكون اوبليجي تمشي تخدم. هذا من جهه. من جهه واحده اخرى عندي افلام وحدين اخرين اللي درتهم سواء مع المغاربه ولا مع ليزيترونجي اللي مختلف فيهم شويه يعني ما كاينش فيهم هاد الكرينو يعني ديال شبكام. رفيق بوبكر اختياره للدور واش تيكون مبني اكثر على الدور والشكل ديال الدور والشكل ديال الشخصيه ولا تيكون غالب عليه اكثر الهاجس المادي؟ هو سا ديبون. عيط لي واحد المخرج واحد الخطا واحد المنتج بليطو وكانوا عندي فلوس في الكونت وقلت لي لا ما خدامش. بلاتي والله اذا قلت لي ما خدامش بالله ما فهمش هو ما خدمتيش ما فهمش وعيط لي واحد المنتج وحد اخر واحد اخر كفست من ذاك المخرج ذاك المنتج الاول وكنت زيرو ديغام في الكونت يعني لي كوي كانت طايحه وقلت لي غادي نجي نخدم فهمتي يعني. هذا ما بغيت نقول لك سا ديبو على ليطا فينونسيير اللي انت فيها بوندون هذاك الكو دابيل اللي كيجي يعني تقدر شي مره تلعب دور انت ما اقتنعش به على قبل الهاجس المادي اكيد واش دونك كذبوا دابا حنا في هوليود. لا بالعكس انا هذه الحاجه اللي كتعجبني في رفيق تبارك الله عليك انه لحس انا اصلا كنديو فيلم الله رب العام فهمتي ولا قلتي بقيتي تما فيلم الله رب العام زعما ماشي كنديو 6 7 افلام
dit l'acteur Mkhaya qui dit trois projets pendant l'année. C'est-à-dire que tu es obligé parfois de foncer. Mais غالبا الدورات احكام كما نجي شنو هو اقرب دور اديتيه اللي قريب لشخصيتك هو لو رول ديال السولدا وشعيب في لو فيلم ديال مراد بوسيف صورتو في بلجيك سميتو لي زوم دارجيل كي هذا دوك لي زونسيان كومباتون غابه اللي داهم اللي داهم لي فرونسي باش يتحاربوا مع وكنت لاعب في لو رول ديال ان سولدا بربير جاو جمعوه من جيت إن زكان داو لي واحد الطابع عطاو بانطا داو لمارسي الوغ الكومبوزيسيون ديال بيرسوناج كان فيها هذاك هذاك السولدا هو شلح اولا يعني زعما جاي من الجنوب ديال المغرب صديق ما فراسوش بزاف د الحوايج لقى راسو لي فرونسي كيقولوا لي غتحارب سميت فرنسا كونتخ الالمان باش ترجع بلجيكا هو مغربي روينا هادي عتبج كمشوا لي الخريطة فهمتي الوغ هاد لو فيلم داز في فيستيفال طونجي اللي داز ناسيونال جي بوكو ايمي هذاك البريستاسيون ديال هذاك البيرسوناج رفيق بوبكر الناس اكيد وخصوصا الناس اللي كيدخلوا كيتبعوا شنو كيوقع في مواقع التواصل الاجتماعي لاحظوا بان رفيق بوبكر في بعض اللقاءات الصحفيه ديالو كان خرج بشي تصريحات اللي زعجات البعض البعض صدماته البعض قال او هذا اش كيقول فهمتي هذا مالو هذا مالو فهمتي خرج بشي تصريحات كتعاود فيها على شي اشياء شخصيه ديالك وشي اشياء اللي خلات البعض يتفاجئ ويتصدم في رفيق بوبكر البعض اللي كان رفيق بوبكر بالنسبه لهم المثل ديالهم خصوصا فئه الشباب انا بالنسبه لك انت رفيق واش كتشوف ان الفنان حر في حياته يقول اللي بغى يصرح باللي بغى ولا خصو يتحفظ على شي حوايج باش يحافظ على الصوره ديالو انا بعد اولا ماشي فنان باش نكونوا هاد الفنان هو واحد الفنانه واحد الهاله يعني واحد 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 الريسيبيون مجموع فيه بزاف ديال الفنون انا نقدر نقولوا لي فنان انا مانوفي خدام ممثل الفن عندي واحد الكوتي في ان دون عطاه لي الله سبحانه وتعالى جي سي دانفيستيغ هذاك الكوتي في مجموعه ديال الاعمال انت ماشي فنان لا صديق ماشي فنان انا بحالي بحال اي واحد من الشعب وشنو كينقصك باش تولي فنان بالمعنى اللي بغيتي انت خصني تكون عندي واحد الكومبوزيسيون خصني نكون كنكون بانتر ونكون دونسور ونكون سكولتور ونكون ساكسوفونيست بحال عزيزي ونكون بزاف ديال الحوايج مجموعين فيا تحيه لك عزيز باش نوصل لهذيك الكويرونس عاد نقدر نقول على راسي فنان انا سوي جوست ان اكتور كيعرف يدير هاد اللعيبه بحال شي بلومبي جبتي قلتي لي صوب لي هاد اللعيبه ضوبينا يصوبوا لي ولا رجعتي لي هذا الجواب انت واش بالنسبه لك الفنان يعني خصو يرد البال شنو تيقول باش يحافظ على الصوره ديالو ولا ممكن يتقاسم يعني بعض المرات لي ديتاي ديال حياته الشخصيه وانا بلا اش غيرد البال واحد ولا اش غيحافظ على الصوره ديالو جوج وحياته الشخصيه نورمالمون بيسكو هو ان سيليبريتي يعني مشهور خصها تكون خصو يقسمها مع الـ مع الـ مع الـ انت ما عندكش مشكل ما عنديش مشكل نهائي ما عمرك ندمتي على شي تصريح لا ما عنديش اش غندم درت تصريحات اللي كي اون ايتي مال انتربريتي واحد المجموعه ديال التصريحات كانوا اللي تخاضوا بكوتي من الكوتي نيجاتيف من الجهه السلبيه مي ابارامون شي ندم ما عنديش اش غندم زعما ما عرفتش انت من الفنانين اللي صرحوا بالادمان ديالهم صرحوا بان يعني بتعاطيهم لمجموعه من الاشياء المحظوره وهاد القضيه هذه انا بالنسبه لك رفيق واش ما كتشوفش بانها ممكن تاثر على الصوره ديالك لا مش ادمان هو بعدا مهم مش ادمان مهم. و كنخرج بحالي بحال اي واحد يعني نخرج باش ندير ان سيغتان اكيليبر بسيشيك فيا كنخدم في راسي واحد شويه هذه مساله كتخصني وماشي مدمن على حتى حاجه وماشي ما كندير حتى حاجه غادي سيونت لي دو بشكل عادي زعما فهمتي ما فيها لا عطيتيني واحد الجواب مكمش
زعما بغيت نقول لك ما عرفتش كيفاش نشرحها لك. ديك انا ماشي مدمن على حتى حاجه ياك، وماشي ما كندير حتى حاجه، حيت انا دابا انا ولات عندي واحد العلاقه مع السجائر يعني ماشينال، انت ما بقيتش جو كونترول بلو. جيسبر انني شي نهار ما نبقاش نكمي. وكم جابيل كاع لي جون انهم يحاولوا ايفيتي واللي مازال ما جاوبوش، باسكو هذيك التجربه هي اللي كتوقع فيها، هي اللي كيوقع فيها الفيس كومون دي. دير كو اللي باقي ما جاوبش يفو ميو ما يجاوبش، واللي جاوب يحاول يخرج من هذا الحلقه المفرغه، باسكو سا مينا غيان. الادوار اللي لعبتي يا رفيق بوكر، اللي لعبتي فيها الدور ديال المدمن اللي شفناها في مجموعه الادوار اللي قدمتي، واش هاد الادوار هذه كانت يعني كتحارب هاد الظاهره هذه ولا كتشجع على الادمان؟ حيت نورمالمون الدور ولا البيرسوناج ماشي انا اللي كاتبو، كاتبو ان سيناريست. دي كيفاش يعني انا جوست جانتربريت، يعني كنشخص هذيك الشخصيه. زير الا كان سيناريست اصلي كاتب سجائر اسي اوبليجي نكمي مثلا سولون دي سيتوياسيون اللي كيكونوا في الفيلم، سولون دي يعني تعبيرا على واحد شويه الصدق وصافي تو سامبلومون. سيتير كو انا ما مسؤولش على هذه القضيه اكثر ما هو مسؤول عليها لو سيناريست والمخرج وال... رفيق بوبكر كتحضر معنا اليوم واحد الفنانه مغربيه، هي فنانه اللي تالقات مجموعه من الادوار في السينما والتلفزيون. مؤخرا شفناها وتعرف عليها الجمهور في دي كابسول في الويب، هاد لي كابسول اللي درت بهم البوز بصارة اوفردوز، والناس ولا كلشي كيهضر عليهم، شي كينتقد شي كيضحك شي. مهم فنانه حتى هي نقدروا نقولوا عليها انها ولات مثيره للجدل بهاد الخرجات ديالها. استقبلوا معايا فدوى طالب. فدوى طالب مرحبا بك. الله يبارك فيك. انت الجمهور تعرف عليك من خلال مجموعه من الاعمال اللي تالقتي فيهم، مجموعه من يعني الافلام السينمائيه والتلفزيونيه، وخصوصا في دوزام في سلسله كنزه في الدوار. شخبار العطيس؟ لاباس عليه. لاباس عليه. لاباس عليه الحمد لله. بدي عشت مبدله اليوم فركسه ياك. شكرا. اليوم انت حاضره معنا في البرنامج مع الفنان ديالنا رفيق بوبكر. طبعا بجوجكم تالقتوا كما قلت في السينما والتلفزيون، ولكن القاسم المشترك بيناتكم هو انكم جوج فنانه مثيرين للجدل. علاش مثيرين للجدل؟ طبعا تكلمت مع رفيق بوبكر، ولكن انت فدوى مؤخرا درتي فيديوهات في الانترنت بعنوان اوفردوز. وفعلا اوفردوز بساره اوفردوز. مزيانه لهذ البرديه في حق البساره. ولكن ديك اوفردوز فعلا لي فيديوهات اوفردوز، يعني كان فيهم شويه يعني ترو اوزي كما تنقولوا، يعني كان فيهم كلام اللي شوك البعض. كاين اللي عجبوه الفيديوهات، عجبوه الصراحه باش تكلمتي، وكاين ناس بزاف اللي انتقدوا هاد الفيديوهات. علاش فدوى درت هاد الشيء؟ علاش درت هاد الشيء؟ انا اولا هذه سيري ويب، ماشي اول مره غندير اون سيري ويب. ديجا درت وحده سميتها ويبنات، صوف كهادي انا فيها بوحدي. والويب كيقدر يشوف كل شيء وكيتفرج كل شيء، و با فورسيمون مثلا نقولوا انك غادي تكون غادي تحرج ولا شي حاجه، كتكون في الويب كتاخذ التليفون ديالك كتشوف شي حاجه. اون بليس انا ما كنشوفش راسي خسرت الهضره ولا قلت شي كلام اللي قبيح بزاف، صوف كو البيرسوناج شويه كان قاصح وصافي. اما داكشي اللي هضرت عليه هذاك الواقع كنعيشوه وصافي. هضرتي على فعلا على شي حوايج اللي كنعيشوهم في الواقع كنشوفوهم، ولكن كاين البعض اللي تحفظ عاوتاني على الاسلوب، قال لك بان الاسلوب شويه فولغار، يعني كان فيه شويه ديال الحده في الطرح، يعني بيرسوناج حرش ماشي حرش كرد.
يعني لا مشيت على الدرجة. وشوف انا كنشوف هاد لو بروجي هذا ان بزاف الناس الاغلبيه عجبهم. كان واحد شويه الناس اللي ما اتفقوش معايا اولا جاتهم لا فاصون باش دويت معاهم قاصحه اولا جاتهم شويه انني اوزيت ولا جيري اولا شي حاجه من هادشي. ميم هادوك شويه الناس كنقول لهم عفاكم عطيو فرصه لهذيك لا سيري وشوفوها بون اوتر مانيير تفرجوا فيها بطريقه اخرى فيها بزاف ديال لي ميساج. ما هذيك لا سيري ما جاتش ودارت من والو موراها اون ايكيب موراها ستاف موراها مخرج موراها ناس كتبوا عاد انا جي انتربريت هذاك لو رول لعبته. دونك الا شافوها بكوتي اخر غيلقاو راه داكشي كنعيشوه كل نهار صوف كي الناس ساكتين عليه كنهضروا عليه بيناتنا ماشي ما كنهضروش عليه بيناتنا ولكن ما كنقدروش نوزي ونوصلوا لو ميساج. حنا خدمتنا كممثلين شنو هي؟ هي توصل واحد الحاجه كيعيشها المجتمع توصلها للناس بخدمتك. رفيق شنو بالك في هذه لا سيري هذه؟ انا شي حلقه ولا جوج زعما بان لي ما اوزي ما والو زعما لا انت غتجيك عادي لا واخويا رفيق انت غتجيك هادي لا وبصح بصح الى ريزون لا عرفتي علاش؟ حيت حنا في هذا المجتمع المغربي ديالنا كثرنا بزاف من الكذوب حتى ولا شويه الصدق يبان لنا اوزي ما عرفت هذه واقيلا ياك لا بصح انا كنشوف بان ما كاين حتى شي حاجه فيها اوزي مره بيرسوناج ديال واحد السيده كاينه في بزاف الاحياء في المغرب واحد السيده في دارها سي ان بيرسوناج كاعيه شويه على الوقت كاعيه على داكشي اللي كتشوفو وجات كتعبر بداكشي كتقولو مع الناس. بالعكس ما كاينش زعما كاينه شي حاجه اللي قللت فيها الحياء على الجمهور ولا شي حاجه زعما ما يمكنش. انت كديري واحد الحركه بيدك الكاميرا شويه ايوا هذاك سي لو ويب ماشي زعما كاينه ما كان ندخلش عند الناس للديور ديالهم مطلوب منك غيزاتور شكون سي اون ايكيب كاينه اللور ناس اللي كتبوا ناس اللي صوبوا داكشي وانا جيت لعبت لعب خايب هذا كاين اللي عجبوه وقال لك هذا الواقع وفعلا هذا الشيء اللي كاين وكاين اللي كان كيسب وكيعاير وكيقول لك اش قلت الحياه شنو ردك على الناس اللي انتقدوا؟ ردي على الناس اللي انتقدوك هو اللي قلت دابايا قلت لهم عافاكم عطاو فرصه لا سيري زعما كاينه ما تشوفوهاش وانتم معصبين شوفوها وانتم مرتاحين وشوفوها بجهه اخرى وشوفوها من منطلق اخر وغادي تلقاو كاين ان ميساج دودون حيت ما كايناش ما غنديرش شي حاجه اللي ما عندي ما نقول فيها للناس غير غنجي لو كان ما كانش ان ميساج لداخل وما كانش بزاف د الحوايج كنظن ان ما غيرياجيش معايا تقريبا المغرب كامل يعني سمعنا بانك مدمنه مدمنه علاش ديال الانترنت تخلعتي ديال الانترنت زعما كتدخلي بزاف الانترنت ويب مواقع التواصل الاجتماعي عندي كونت فيسبوك ديالي كندخل نشوف الناس اشني كيقولوا باسكو كيهمني شنو كيقولوا كيهمني نشوف الملاحظات الحمد لله تقريبا فئه كبيره اللي شافت لو بروجي زعما كاينه بوزيتيفمون عجبهم وشافوا بلي انني زعما كاينه ما دويتش على شي حاجه اللي ما كنعيشوهاش سي هذاك الشيء اللي كاين هو اللي كاين فدوى طالب كما قلت انت تالقتي في مجموعه من الاعمال التلفزيونيه والسينمائيه غادي نخلي الجمهور يتعرف على بعض الاعمال ديالك في هذا البيستوف ونرجع سلام جو مي بريزونت خديجه ما نقدروش الملقبه بكاتي المهم مقربين وصحاباتي وداك الشيء كيقولوا لي كاتي ولا حبيبه ما تعاوديش شنو طرا لك انتي يا سوقك خاوي وما عندك ما يدير عاودي لي انا على مدام الطيفوريه اللي عندها الضرب والجرح مع سابق الاصرار والترصد قولي لي لك قلت لك راه غتبقى فيك الزغبيه هي راه مقدمه في الرجلين علاه كون لقات شي راجل بحال العطيس اللي ستتها ودركها في دارها غدير هك عرفتي اللي يشوفك دابا ما يقولش هي بديعه وهي دوك الشخصيات اللي كتقدمي وضروري جدا تكون شخصيتك مختلفه تماما على لو بيرسوناج سينو ما كاينش ما خصش تكون زعما شبه ما بين بحال دابا رفيق هو رفيق لا لا لا, لا. انا كنشوف رفيق في السينما ماشي هو في التلفازه ماشي هو في بزاف الحوايج لا ولكن رفيق انا فاش كنهضر معاه بيني وبينه تيقول لي الطوي حمدك اللعيبه ديالك الله اللي عنده ديما ديالو لا 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 جميل في رفيق ان ديك العفويه ديالو حاضره
عفوي بزاف في الواقع وفي ايضا في هذا. وعلى ذكر اللعيبه تويشيا تحيه كبيره للناس العاديين، الناس سبونطاني، الناس اللي ما كيعرفوش يخبيو. سي رفيق، عندك واحد اللعيبه كنشوفها بزاف، كتقولها بزاف، شنو هي اللعيبه؟ يلا نشوفوا دي زيكستري من هاد اللعيبه اللي كيدير رفيق ونرجعوا. يلا حنا هذيك 80% ولا شي لعيبه، هاد اللعيبه هادي ديال وديما هاد اللعيبه ديال كنظن اللعيبه علاقه يعني وشنو اللعيبه كلها ديما ديك اللعيبه، حيت قايت واحد اللعيبات هاد اللعيبه ديال كاينه واحد اللعيبه واحد اللعيبه في لعيبه، حيت كاين واحد اللعيبه لعيبه دابا عاد فهمت. اش قضيتك مع اللعيبه اخويا؟ واه كتخرج لي هذيك اللعيبه وصافي. يومين مين ما كتلقاش كتوضر لك شي تسميه كتسميها اللعيبه، كتسميها اللعيبه. مزيان ما عندي ما يتسالك. درنا واحد الميكرو خطوه، قلنا للناس بانه التدخين غادي تمنع وغادي يكون مسموح به فقط في الويكاند، يعني ممنوع تسمي سيمانه كامله. نشوفوا الناس كيفاش تفاعلوا مع الميكرو خطوه ونرجع. غادي تمنع منعا باتا التدخين في الاماكن العموميه خصك تقول حتى شنو هي القضيه؟ اذا كان ادمان قيدوه ديما ديروا بناقش دونك مزيانه قد ما نقصنا مزيان ما دايره طيبه. ما كانش هذوك الاضرار اللي غيكونوا في يومين بالضبط قدروا يساووا الاضرار ديال السيمانه كامله. بان لي انه الانسان الا كان كيدخن ما يمكنش يتحبس على التدخين. انا بغيتهم يحيدوه في الطرق. ما يمكنش بنادم ما يكميش ثلاث ولا اربع وخميس، ما يمكنش. اول حاجه نحافظوا على الصحه ديالنا، نحافظوا على الهواء ديالنا. علاش كتعجبو ملي بنادم كيكون زوين ليه؟ وتكون حمله حدا الثانويات حدا الاعداديات للشباب، عطاهم رساله عطيهم فهمتي هما اللي معني بهم الامر. انت ما كتكميش وكيبخوا عليا اصحاب كيبخوا عليك. شنو ممكن ديروا من موقعكم كممثلين باش تحاربوا هذه الظاهره هذه؟ وانا نقدر نجي في شي سبوت بيبيسيتير شاد شي غارون نقول لهم بقاوش تكميو. نديروا دابا نديروا شي سبوت دابا. عطينا شي موسيقى تصويريه عفاك، ولكن في دواء تعرف كتقمص ادوار. بغيت نعطي تلعب مثلا الدور ديال الدري. مرحبا. الدري كان كيكميو قدا عليه الكار ويلي طلبتي موجود. صافي انا عندي لي زاكسيسوار، تصويقه سهله في دواء، كاسكيطه فاصل. شيري عيش سدري في تشاش. وقاوة خايب ومزيان. فهمتينيش الرجولة، مبغيتش ندور لك تكييف فايشك تقول لي الحل مع هاد السبيد. وين كمي ونقول خلي بلاتي انا نعطيك الاخرة تقتل. ريح صاحبي ما كتحمر فيا. انتي عين كمي ونقول لك كامو العفو دابا هو القارو. مزيان جيتي تشوف. فهمتيني؟ فهمتك ولكن مزيان تجاوش انت فهمتيني مزيان بالقياس. بعد خاصو يدير القياس يضرب وقيس. يكمي مثلا واحد وهاد الماكله تكمي قارو مع تشفيق، تكمي قارو مور ما تشفيق، وتكمي قارو مع العشره في الفطور، شي اربعه مور الغداء، والعشيه على طاك. وصلتي ل 16 باكيه هادي ديال القناه. وشنو واش بان لك؟ ثلاثه وعينا شي وعيني بحال الدواء. واحد هو الفطور، واحد هو الغداء، واحد هو العشاء. لا ما يقدونيش يا مون فرير. وحيدي لك القهوة، حيدي لك القهوة ما مزيانش لك والله. ترى الوقت خيابك يا صاحبي، والمدام نهار كل يوم كتنقول الدراري جيب راه مد لي اعطيني وعيش عيش. واش حاول تفهمني، حاول تفهمني. ولكن حتى الماركة اللي كتكبي انت خايبة شوية.
مالا ماركة كتخنق هذاكش هكينا ماركة مزيانة شارة دخان دخانة منفرات كرا الهندو كيبقوا علينا هذا بستة وثلاثين هذا بسبعين وثلاثين كل شي بحال بحال لا لا كين ماركات مزيانين هما غالين شوية ولكن مزيانين شان نخلص أنا الغلا على البلية ونجي عندك أقول لك مرات شا صاحبي شا ما فهمشينيش بنتي ديار كين واحد القاو وكيطلقوه كيكبيوه ملي كيكون شي عرس ولا شي حفلة ولا شي حاجة كيطلق في حند عندو واحد عندو ريحة ريحة زوينة تبارك الله عليكم فدوى طلب ورفيق بوكر عندنا هذه الفقره اشنو قالت عليكم الصحافه بغيت نوريكم بعض المقالات وتقول لي رايكم شنو تكتب كما كتشوفوا معنا موقع جود تيقول في مقال عفويه وصراحه رفيق بوكر خلاته يولي نجم في الفيسبوك اشنو جاوبك كلمة النجم خصها تسحب لأن أنا ما نجم ما والو وبتات المغاربة كيتفاعلوا مع توسكي فغي توسكي سبونطاني توسكي سهل ممتنع فعلا رداتك نجم هاد التصريحات في الفيسبوك نعم رداتك نجم في الفيسبوك أنا ماشي نجم لا في فيسبوك لا بغير الفيسبوك نهائيا لا تعترف بهذا لا ما كاينش هاد قضية نجم ما كاين حتى شي نجم كتوافقي الرأي يا فدوى ما كاينش نجومية في المغرب انا ما كنظنش كاين نجوميه كاين الناس معروفين وعزيزين على المغاربه وكيحبوهم وبيتيتغ كي كي كيكرموهم وكيردوهم نجوم في عينيهم موقع كيفاش كتب الكلام الخيب والبحث عن البوز الخاوي ممثله مغربيه خرجت ليها قود على فدوى طالب شنو ردك على هذا الكلام هذا رد ماشي ما داكور ما عرفش شنو غنقول لهم هما بوحدهم اللي كتبوا هادشي مي باغ كونطغ بزاف ديال المنابر الاعلاميه كتبوا كلشي زوين على لو بروجي وعلى لو بيرسوناج يعني هذا اول موقع كنشوف كاتب هادشي انا ماشي في بحث زعما كاين انا ماشي في حاجه انني نقلب على البوز الخاوي لانني ماشي بت وصبحت وفقت صباح بغيت نصور داكشي باش نقلب على البوز نو هذيك ماشي انا هذاك بيرسوناج وفدوى ماشي هي خديجه و البوز الخاوي ما عرفتش علاش قالوها نو جو شيرش با دو بوز خدامه صافي لونطون جي ما كارير الحمد لله الناس تعرفوا عليا قبل في اعمال وحدين اخرين يعني حيت البعض كيقول بانه فدوى تشهرات بهذه الفيديوهات بسرعه قياسيه اكثر ما تشهرات بالاعمال الكثيره اللي قدمات شحال هذه سي با دو ما فوت سي ان كو دو شانس بتاتر هذه هي لا سيري اللي وصلت لعند المغاربه كاملين وشافوها كاملين باجماع واللي كان مثلا الا كانوا واحد شويه ما كيعرفونيش ولاو كيعرفوني بالعكس انا كنشوفها بوزيتيفمون فرحانه بهذا الشيء ولا فرحانه ما ندمتيش لا علاش غنندم بالعكس كنقول لك انا ما كنتش كنهضر من زعما كاين جيت ودرت فيديو باش نهضر نو سيتي اون سيري سي ان بروجي اللي وافقت النهار الاول انني نخدمه وعجبني لو علاش سميتو بساره اوفر دوز سول المخرج درتي فيلم سميتو حصاد الخطيئه اييه مع واش هادشي اللي وقع لك مور هاد الفيديوهات واش هو حصاد ديال الخطيئه لا بالعكس ما درتش الخطيئه اصلا باش تكون زعما دي ريكول تخايبين ولا شي حاجه ما درتش خطيئه هذاك سي ان بيرسوناج لعبته عجب بزاف ديال 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 الناس عجب بزاف ديال البنات ميم الشباب دراري بالعكس ما كنشوفش ان كاينه خطيئه تما كاينه بالنسبه لك هادشي اللي وقع في الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي واش شهره ولا شوها لا ما شهره ما شوها ما شهره ما شوها سي ان بروجي سامبل لي تشاف انا جو ماتوندي با سا لي تشاف بواحد السرعه قياسيه وتفاعلوا معاه الناس بالزربه ما كنشوفوش الشهره وما كنشوفوش الشهره بالعكس مازال غنشوفوا مقاطع اخرين فيديوهات اخرين وي سي ان بروجي لي مازال جايين منه بزاف د الحوايج فاصون هذا البيرسوناج مازال كاين غادي تنقصي من لا دوز في اوفر دوز ولا تبقى نفس لا دوز ما عرفتش على حسب المقادير واحد القضيه مش عارف ولا ما عرفتش السي رفيق بان فدوى كتغني الهندي لا 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 ما عرفتش القضيه ماشي مع صحاباتك واحد النهار لا الله
رفيق سمعت انت كتغني شويه عندك شي مع الغيوان ماشي شي مغني انا يلا نسمعوا الغيوان سي رفيق وي نحاولوا صافي راه ماشي قلت لك انا شي مغني اسمح لي زعما المحومه عاوني خو نقول لك اللي جمعوا عليك للنيا يا صينيا دوك اللي ونسوك فين هل الجهود والرضا فين حياتي فين حومتي واللي ليا وسيد خصو قاعد كجميلكم اللي ما شفتوني رحموا عليا يا اللي ما شفتوني رحموا عليا انا غادي مشيت انا غادي مشيت ولا هولي الثاني والبيا وحبابي ما تخاو بيا بحال الغيوان بعد الفلسفه العالي انا اللي عزيز وصغار التكست تكست باكيت السلام عليكم ألف ألف رحمة على المبدع ديال هذه الأغنية هذه يا العربي باطمة الله يرحمه ويوسع عليه سي رفيق بوبكر من بين التصريحات الغريبة والمثيرة للجدل اللي درتيه هو أنك قلتي في هذا الحوار بأنك عزيز عليك الموت فيت ميت ولا لا هي ماشي فيت ميت فيت ميت فيت مات في اللعبة شنو كتقول مات بزاف مات بزاف في الافلام لا قلتي انا الموت عزيز علي اوكي قلتها بواحد واحد سيغتان لوجيك يعني ماشي جيتو قلتها انا عزيز عليا توسكيبا يعني قد ما قربت من الارض قد ما كنرتاح سكيفي ملي غنموت وغنولي تحت الارض اكيد غنكون مرتاح مزيان اختي في دول البركه في راسك من جهه العوفير الله يرحمه مسكين دابا دازت عليه العوفير هذا راه مش ديالها يا كان عندك واحد المش توفى سميتو العوفير مات بركه في راسك اختي مشى معك سمعت بانه كان عزيز عليك بزاف هذا المش وكانت كتربطك به علاقه كبيره بصح كيفاش وخالي مسكين اش غنقول لك خمس سنين وانا حاضيه معاه ما كيخرجش ما كي هذا اي واحد النهار تقولبت كان عندي طوغناج وجيت في الليل معطله سكيل في ما فيريفيتش واش هو كاين في بلاصتو ولا ما كاينش ودخلت نيشان نعست اي هو كان بقى البالكون عندي محلول وخرج على برا وبقى على برا وفي الليل كلاو ليا الكلاب شكون اللي كلاه الكلاب ولاد الكلاب اوريبل كانوا هما سته ست الكلاب حيت طلعت ومات طلعوا بابا مات عندنا في الدار هادو كلاب هادو اللي واكلين مش سته واكلين مش تحموا عليه بالليل
رجوع ولا ما كايناش في الكلاب. كلب ماشي راجل. سي رفيق بوبكر، عندي لك واحد السؤال وبغيتك عافاك تجاوبني عليه. تفضل اخويا. علاش ديما الادوار اللي كتقدم في المغرب كتلعب بريش مكان ولا مجرم، ومع الكور كتلقى ديما كتلعب شخص ملتزم ولا شي دور؟ واحد الكور اللي كيصور عندنا في المغرب كيديروها سيدنا عيسى عليه السلام. يعني بالزمن انك تكون ملتزم. هادشي اللي كاين. علاش بالضبط الادوار ديالك مع الاجانب ما كتلعب ادوار عاديه بعيده على التشمكير وهادشي اللي كنشوفو كان الاجانب؟ ما هادشي اللي كيبغيو موتي مغاربه، ما كيخصو علينا والو، كيضربوا لنا جلابيه وعصا وكتكا. ما عندكش علاش اما مع المغاربه سي كونتومبوران شويه، سي نوت سوسيتي، سي المجتمع ديالنا. سي انا كنحلم باغي نحل، كنتمنى والله العظيم باغي كنتمنى نحلم شي حلمه لاعب فيها شي بيرسوناج. ما كاينش بلاصه الحلمات ديال لي بيرسوناج. لا ما فهمتيش. دابا هو بغى يمثل حلمه، بغى يمثل في حلمه حالمها. راه والله ما شرب الدواء ديالي وحلمتي. انا نقول لك لا حلمتي هذيك حلمتي يا رشيد. ياك اخويا راه حلم نمثل فيها اللي بغيت. يا وي حيت حلمتي. هو المخرج ديالها. وانا المخرج ديالها. على ذكر الحلمه ما كتوقعش. حتى المونتيج شاري حتى الماطه اللي بغا طيبها. كلشي ماتيريال ديالك كلشي ديالك. على ذكر الحلمه ما كتوقعش لكم هذه القضيه، كتكون ناعس وكتكون حلمتي شي حلمه زوينه، مثلا لقيتي الفلوس وكتضربك الفيقه كتقلب وكتبغي تعاود ترجع تكملها. ياك كتوقع. لو كاينه القضيه. كاين هاد القضية، ولكن اللي مع ما وقعات وكنتمنى انها توقع، هو انك تنعس شي مرة وتلقى الحلمة بادية. لا تلقى داز فيها شي 10 دقائق ولا تدخل تلقاهم بداو. تلقاهم بداو. اسمع لي. ياك ما عاوتاني هذاك. خونا في الله. خونا في الله. وكيداير اخويا رشيد؟ الله يحفظك. كيداير الضيف اللي معاك؟ بخير. الأجواء؟ بخير. مزيانة؟ كلشي بخير. هو بغاك تدوي مع رفيق. دوي عاوتاني. خويا رفيق بغيت نسولك. ومن نهار عقلت عليك وانت شمكار في السينما وتمبلي في التلفازه وانت واعر قبيح في المسرح، بغيت نسولك واش انت ما ناويش توب في التلفازه؟ زعما شي نهار تلعب لنا الحاج رفيق بوبكر الواقور واسعفني راه تجي معاك. اسمعتي وراه والله تجي معاك. جيتو مو هاد القضيه باسكو انا درت مسلسل فيه 30 حلقه. ايه سميتو سيدي عبد الرحمن المجدوب، سميتو المجدوب مع المخرجه المقتضيه ديالنا فايده بوقيه. اللي كنت فيه شيخ، يعني مويد ديال الشيخ سيدي اوليو. انا ديما الاكسسوار ديالي موس ولا زيزوار ولا عندي تسبيح هو الاكسسوار. هادي غا ياك كاين شي شتو هاد المجدوب شتوني هاد التسبيح يا صاحبي. بعض الناس كيقولوا رفيق بوبكر بان تصريحاتك وخرجاتك الاعلاميه المثيره للجدل الهدف منها هو انك يعني تبقى في الواجهه ويهضروا عليك الناس، واش بصح؟ انا نورمالمون انا كاين في الواجهه بالاعمال ديالي، لانني كن سي ان اكتور ممثل مغربي، عندي مجموعه ديال الاعمال كيعرفوني بهم الناس. هذوك الخرجات كيطلبوا مني، يعني صحفي كيطلب مني استجواب ولا هذا، وانا خديت على العاتق ديالي. لانني ملي كنت صغير وانا كنكبر قدام التلفازه وانا كنسمع لغه الخشب لا لونغ دو بوا، نسمع شي حوايج اللي ما عرفتش، يعني وانت غادي من الاخبار صدق. فوالا ما كاينش ديك الفيلينغ، ذاك الاحساس الصادق ما كاينش. صادير كو كندير هذوك الخرجات باش نهرس هاد لا لونغ دو بوا، باش نحاربها، ولا باش نقول اللي كيستعملوا لا لونغ دو بوا كو فوزافي طور، كو المغاربه تبدل والمغاربه تبدلوا، ولاو كيفهموا الحوايج، ولاو كيتلقاو هذاك الشيء الصادق
كيمشي لهم القلب نيشان وداك الشيء اللي فيه لا لونغ دو بوا ولاو كي غوجتيو في البوبي في الدوا متفقه مع قد ما كنتي زعما كاينه نتايا هو نتايا وسبونطاني وطبيعي وتوصل الميساج ديالك من قلبك للناس كيتقبلوه من عندك وكياخذوه لغه الخشب كيف قال رفيق بحال اللي كتحس بها ملي كتولي كتعاود من واحد لواحد كتولي بحال شي حاجه كنسمعوها ديما ملي كتكون انت على طبيعتك وكتجاوب بعفويه كيف كيطرى للرفيق ديما انا كنشوف الحوارات ديالو داكشي ديما كيهضر بعفويه كبيره يعني ضروري غادي كيوصل داكشي بالزربه للناس وكيتفاعلوا معاه حيت اش هو ديك الهضره ديك الهضره المصوبه هذا المصوبه بريالابلومون مصوبه كتجيني فحال دوشتي وعاودتي لبستي الحوايج اللي كنتي لابس لا صافي سحب هذا الشيء ما تخافيش تعال كاملك باعتبار ان معايا جوج الفنانين اللي معروفين بالجرأة ديالهم نستغل الفرصه ونسولكم على بعض الاشياء بغيتكم تعطوني كلمه عليها مثلا اذا سولتكم على السياسه في المغرب في كلمه لعبت 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 لا افقه شيئا لا تفقهين شيئا رايك في السياسه المغرب ما عنديش راي في السياسه وما كان الفن في كلمه الفن في المغرب في كلمه في تحسن مقاتلين الصحه كلمه مريضه بزاف انتخابات صحيه وما كتضحكش فدوا طالب رفيق بوبكر انتوا باعتبار انكم ممثلين نهضروا شويه على الفيستيفال ديال السينما مراكش فيستيفال اللي عنده اشاع كبير وكيستقطب يعني مجموعه من الفنانين والنجوم من جميع دول العالم كنلاحظ انا واحد الظاهره وبغيت رايكم فيها فيستيفال ديال مراكش كتلقى مجموعه من الفنانين كيشاركوا سواء كيشاركوا بافلامهم ولا اعمالهم اللي تيكونوا معروفين وكاين واحد الفئه اخرى ديال الفنانين كيشاركوا غير في طابي روج عديس اش رايكم في الظاهره هذه واش نقول لك يعني انا كنتعرض كل عام للمهرجان ديال مراكش مي وليت كنحاول انني ندوز لان كنت واحد العام 2013 كنت في الكومبيتيسيون كان فيلم الزيرو ديال نوض ديال الخماري كان في الكومبيتيسيون ودزنا في طابي روج بواحد الشكل بروفيسيونيل سيتيغ اون اورغانيزي سا ليكيب كلها ديال الفيلم الوغ لا عاد جي سونتي لا فغي فالور ديال طابي روج سيتيغ كو ما كاينش في الكومبيتيسيون ولا ما عندك حتى شي فيلم في الفيستيفال ما عندكش علاش الا لا بغيتي تفوج على مشيتي مولاي بشعيب دوز في الهدا ديال فهمتي حيت كاينين الناس لا كاينين الناس والله العظيم ميرسي فيستيفال مراكش باسكو كاينين الناس اللي كيسدي لهم مهرجان مراكش واحد الخدمه ما يقدرش يديرها لهم ام بسيكولو راه كاين اللي كيدوز من طابي روج كيتحلوا ليه كاع العقد ديالو فهمتي واحد كاينين بنادم اللي كيتفوسخ بحال كيتفوسخ كيكون مبج فهمتي كيصحاب ليه هو ديك الدوزه في طابي روج هو المغاربه كاينين في الكرياج ليه هما اللي تيصفقوا على يعني ملي كتفوت المغاربه كتوليها مع النصارى والنصارى ما كيعرفوش ما بينهم وبين كالخي وإحسان فهمتي يعني حتى هذيك اللعيبه كيقولوا لك دايره ماشينال زعما وقف هنا تيسالي هذاك وزيد ياك شتي اللي كاين صديق كو طابي روج مزيانه وهذوك الفنانين اللي وهذوك الفنانين اللي ما كيديروا لا سينما لا تلفزيون لا والو وكيكون دايز في طابي روج كيتصور لا هذوك قلت لك كيختصدوا فلوس البسيكاناليست والبسيكولوج وكيمشيو يضربوا يدوزوا في طابي روج كيتفكوا رفيق فدوى عندنا بعض الاسئله ديال الناس اللي كيطرحوها في مواقع التواصل الاجتماعي في الصفحه ديال الفيسبوك نشوفوا اشنو قالوا الناس وشنو بغاو يسولوكم نتوما جاوبوا عليهم يلا امتى غدير عقلك خويا رفيق واحد سولك قال لك امتى غدير عقلك خويا رفيق قال مدال جواب الدواء ديالي في الوقت سؤال ثاني شحال من بلية عندك ادعاوي البلا
ما عرفتش والله ما عرفت نجاوب على هذا السؤال. في نظرك كيفاش بغينا السينما المغربيه تؤدي وظيفه معالجه ظاهره الادمان؟ للاسف معظم صناع هذا السينما كتلقاهم بلي ماشي كاع ماشي كاع فوالا استاذ دونك ما متفقش بيان سور. عندنا واحد الفقره جديده في البرنامج هي فقره كرسي الاعتراف، واللي غيدوز في كرسي الاعتراف رفيق بوبكر. سي الله متعترف عادي. رفيق بوبكر في كرسي الاعتراف. الله رفيق بوبكر، سبق لك وصرحتي في البرنامج في النسخة الأولى ديالو، قلتي واحد صريح اللي أثار سخط مجموعة من الفنانين ومن بينهم الفنان جواد السيح. صريح كان فيه كتقول بأنه كاين شي فنانين الشكل ديالهم ولا الفيزيونومية ديالهم ما صالحة لوالو، وهذه القضية زعجات بزاف ديال الناس كما قلت لك منهم الفنان جواد السيح. واش ما ندمتيش على هذا التصريح هذا؟ جواد هذا التصريح ما ندمتش عليه لانني ما قصدتش انا جواد. وجواد عزيز عليا وفنان كبير وجدير بالاحترام. انا كنهضر على دوك اللي ماشي ممثلين وخايبين، يعني لا زين لا مجيب كريم كوموندي. رفيق بوبكر شكون هو المخرج او المنتج اللي مستحيل تخدم معه واخا يكون الدور مزيان واخا يكون الاجر مغري؟ ما نظنش كاين هذا في المغرب لانهم كلهم اصدقاء ديالي. و واخا قلتي على ان اغلب المنتجين نصابه، دابا انا المشكله ديالي كنهضر على الاشباه ديال اشباه المنتجين، حيت كاين منتج ارتستيك صديق منتج فنان عنده قلبه على الـ على الـ على لوفر على العمل، وكاين منتج اونتربرونور يعني كيقلب على الهامش ديال الربح اكثر ما كيقلب على القيمه الفنيه ديال داك العمل. واش رفيق بوبكر عمرو ادى شي دور تحت تاثير شي مخدر؟ جامي دلافي نهائي. بصراحه رفيق بوبكر شنو هو الدور اللي اديتيه في مسارك الفني وندمتي عليه؟ واش كاين شي دور ندمتي عليه؟ كاين، بدات واحد الفيلم في واحد المدينه مغربيه ما نقول سميت المخرج ديالو، ومنين سالت التورناج مونتاج ماشا تصدمت من لافيش وانا مصدوم. تصدمت في لافيش، تصدمت في لا بريستاسيون ديالي، تصدمت كومون جي تي كادري، تصدمت كومون جي تي ميون فالور ارتستيكمون. فهاد الدور هذا ندمت عليه بزاف. رفيق بوبكر شكون هو الشخص اللي ممكن يفتح ليه قلبه وممكن يعاود ليه جميع اسراره؟ شكون هو الشخص اللي كيثق فيه رفيق بوبكر 100%؟ كاين مجموعه ديال الاشخاص، ولكن عندي واحد الصديقه ديالي سميتها سميره انوار اللي هي اقرب الناس ليا، يعني محطوطه في واحد في واحد النيفو كثر من مي سور. انا عندي دي سور، هذه صديقه ديالي وهي هي البوي ديال الاسرار ديالي اللي ممكن نعاود ليها كل شيء. رفيق بوبكر الا بغى يوجه عتاب لنفسه، اكبر عتاب ممكن توجهه لنفسك رفيق بوبكر قدام الجمهور، شنو هو العتاب؟ هو انك تمشي تدخل سوق راسك الا بغيتي تبقى عايش في هذه البلاد، سينو خوي هذه البلاد. رفيق بوبكر
رفيق بوبكر وفدوى طريب وصلنا للاخر فقره في البرنامج فقره ديال التحدي. التحدي اللي عندكم اليوم عنده علاقه بالتركيز والحكمه. يعني غادي نعطيكم جوج ديال الشخصيات معروفين وخصكم تركبوهم في واحد لو بوزل، ولكن قبل ما تركبوهم خصكم تتعرفوا على هاد الشخصيات. انتما نخليكم تطرحوا لي اسئله. هاد الشخصيات مغربيه وحده مغربيه وحده ماشي مغربيه، ولكن انتما تطرحوا لي اسئله ومن خلال الاسئله ديالكم غتحاولوا تعرفوا على الاجابه ديال شكون هاد الشخصيات. ملي تعرفوهم خصكم تركبوهم، وهذا الشيء كامل في قل من 3 دقائق. داكور، يلا تصفيقات حاره اليوم. رفيق مبكر وفدوى طالب، التحدي ديالكم كما قلت لكم هو انكم تعرفوا على الشخصيات، جوج ديال الشخصيات. الا تعرفتوا عليهم خصكم تركبوا الصور ديالهم في هذا لو بوزل هذا. دونك عندكم الصور هنايا وانتم خصكم تركبوهم، ولكن قبل خصكم تعرفوا بدا على الشخصيات. وهاد الفنانين هادو بجوج كاينين في الموسيقى ولا في السينما ولا في التمثيل؟ بجوج في الموسيقى. يلا اش من نوع في الموسيقى؟ وحده في الموسيقى الشرقيه. ايوا فنان اخر في موسيقى الراي. يعني وحده مرا وحده واللي في الشرقي مغربيه ولا عربيه؟ من مغربيه. اسمان منور؟ لا. هدى سعد؟ لا. والاخر اش كيغني؟ اش من نوع كيغني الاخر؟ كيغني الراي. مغنيه شرقيه واش مغربيه ولا عربيه زعما؟ ماشي بلاد اخرى. مغنيه مغربيه. مغربيه. مات ولا مازال حيه؟ مازال حيه. مازال حيه. مقيمه في المغرب ولا في شي بلاد دوله اخرى؟ ما ساكنش في المغرب. الباب ديال العيب. اسماء المنور؟ نو هي ما ساكنش في المغرب. اسماء المنور؟ لا. دنيا باطمه؟ لا. هدى سعد؟ لا. هدى سعد ولا ساكنه في المغرب؟ عجب المليح. الله يرحمها هذيك مات. الله يرحمها. سميره سعيد؟ سميره سعيد. سميره سعيد. دابا بقى لكم مغني. هو مغني قلتي كيغني الراي. كيغني الراي. اش من النوع ديال الراي كيغني؟ الراي. الراي ما فيهش بزاف الانواع. الراي نيشان. الراي سونتيمونتال زعما ولا؟ الراي كله سونتيمونتال. الراي كله سونتيمونتال. مغربي؟ ماشي مغربي. ماشي مغربي. ساكن في فين؟ جزائري. جزائري. حيت الراي غيكون مغربي ولا جزائري؟ ساكن قادر جابوني؟ لا. ساكن في الجزائر؟ ساكن في الجزائر وفرنسا، ولكن مقيم في فرنسا. فوديل؟ لا. مامي؟ لا. شاب خالد؟ شاب خالد. شاب خالد. يلا شوافتي. يلا رفيق فدوى، حاولوا دابا تكملوا البوزل ديالكم. يلا يلا سيري. بسم الله انا الزو على الله وصاف. هذه الحياه يعني فرامة. هو هذه الحياه يعني هو. اجي نبداو من هنا من القنت ونبداو غادي. لا. لا 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 هادو لتحت. شد هكا. فين هو فمو؟ شد ليا وقيله هادي. هيا ها هو النص ديال فمو. هاي النص ديال ودنو. صافي بقات هادي بوحدها تما. وي برافو عائشة. ها هي عائشة. برافو عليكم عائشة. يلا سميرة سعيد. شد شد بلا سيدة دابا شعرها غدا شعرها. ها غدا عنقة. تريح بلاتي وصافي طال نافع. جنة لاصقة. ارتشف وشعرها طول منا. ها ها هو علاش كنقلب على الشعر شد؟ لا لا حتى الجوج فيهم الشعر. هي ولا ما هياش؟ هي فوالا. تبارك الله عليكم لي زامي. برافو. شكرا. تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك. ما عندي ما يسالكم.
برافو عليكم.